ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. فيديو النهاردة هنتعرف فيه على مكة وفتح الله، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك وشوفوا الفيديو للآخر لو بتحبوا عائلة الجمل. يلا بينا نتعرف عليهم. مكة اسمها بالكامل مكة محمد صالح الجمل. مكة عندها سنتين. مكة من اسكندرية وبتعيش حاليا في اسكندرية وبالتحديد في المعمورة. مكة بتدرس في حضانة مع حياة وصالح وفتح الله. مكة هي البنت الوحيدة لباباها ومامتها. مكة بيكون أبوها محمد الجمل ولقبه برنس مصر، بيبلغ من العمر 27 سنة، ومامتها اسمها ندى ولقبها اللي معاه حمه ما يشيلش همه، ندى بتبلغ من العمر 19 سنة. وعن عيلتها، مكة جدتها بتكون الحاجة هند زيان وجدها الحاج صالح الجمل، وبيكون عمها محمود الجمل وأحمد وآية وأمنية وأصغرهم فتح الله. ويوسف بيكون خالها وعنده 15 سنة، وخالها أدهم وعنده 12 سنة. أكتر حد مكة بتحب تلعب معاه في العيلة هو فتح الله. مين اللي سمى مكة اسمها؟ اللي سمى مكة هو برنس مصر والدها، زي محمد صلاح بسمي بنته مكة. مكة بتشبه مامتها جدا. مكة بتكون فين وندى بتصور في الأفلام؟ مكة بتكون مع جدتها أم ندى معظم الوقت لأنهم بيحبوها جدا ولأنها أول حفيدة ليهم. وبعد ما تعرفنا على مكة هنتعرف على فتح الله تيتو. فتح الله اسمه بالكامل فتح الله صالح الجمل. تاريخ ميلاد فتح الله 9/12. تيتو بيبلغ من العمر سنتين. تيتو اتولد يوم 4. فتح الله برج القوس. وعن عيلته، فتح الله بتكون أمه هي سماح ووالده بيكون صالح الجمل. تيتو عنده أخت واحدة من مامته وهي أمنية قوة، وإخوات من والده وهم آية ومحمود وأحمد ومحمد. فتح الله كل العيلة بتحبه لأنه أصغر أخ ليهم. وأجمل حاجة في عائلة الجمل إنهم ما بيفرقوش بين الإخوات، كلهم بيحبوا بعض ما شاء الله عليهم، يا رب يديم عليهم لمتهم. وكده نكون اتعرفنا على أصغر أولاد بالعيلة، وهسيبكم دلوقتي لأحلى صور لمكة وهي صغيرة. ما تنسوناش في اللايك وكومنت، قولوا فيه عاوزين مين المرة الجاية. بنحبكم جدا، مع السلامة.